غرته الفلوس خليته ينسى أمه أبوه وأخواته ينسى أيام حياته يمحي الماضي وذكرياته ما له باله بعائلته بعد ما باعهم على الفرنك ماتت الرحمة في قلبه خمم كان في روحه برك وياي كان السفير كان دلول بين والدي من اللي حال عيلي في الدنيا العيلة الكل فرحانة بيه وقراه وراه كبره واصرف عليه لين كبره ولا راجل واقف وحده على ساقيه كان الكبير بين أخواته في غيابه راجل للدار وين تصير مشكلة في العيلة كان هو اللي طفي النار هذاك علاش بوه كتبلو الملك ووصى باش بعد بدم عينه ما ينساش اخواته معاه السيد اخذا امراه لعبتلو بالعقل تبعها تعجنب وهربو بالفلوس الكل امه مصدمة شدت الفرش وماتت بعد الشر واخواته لسه عادي هما عايشين في الفيلا الفلوس هي اللي فرقت بين العباد الفلوس هي اللي هلكت البلاد الفلوس هي اللي صنعت الحصيد الفلوس الفلوس طيحت برشا بيت للكيس الفلوس هي اللي صنعت الفياس الفلوس خليت الطفل على اشرافها دوس كانت صغيرة محلامها كانت كبيرة دنيا عكستها مسكينة تربيت فقيرة عاشت محرومة ما عاشت شي كيف اندادها كيف زادت كبرت زادت نقمت على حياتها مرها 16 طفلة صغيرة دخلت تقرا في الليسي صاحبت بناتها خسارة شطارهم كانوا دي بخوستيتيي وما زادها كانوا في قارة ما يلبسوا في سينية حبت كيف هم تجيب الفلوس ما على بلاش كيفي قعدت الشافة غالي برخص لسويم ضعفي لحظة ضعفي رمشة اللي تربيت عليها عوام بعد ما صار اللي صار روحت تبكي تجري للدار ما عاد الشي في تندم بعد ما غربي هالشيطان في الليسي ولا في الحومة برتو ولت معروفة لي هي في شرفة باش نجم تحصل مصروفة جابت العاري لعيلتها ناس الكل سمعت الاخبار والديها لسه عادي هما عايشين في الفيلا الفلوس هي اللي فرقت بين العباد الفلوس هي اللي هلكت البلاد الفلوس هي اللي صنعت الحصيد الفلوس الفلوس طيحت برشا بيت للكيس الفلوس هي اللي صنعت الفياس الفلوس خليت الطفل على اشرافها دوس